بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم مع جولة جديدة في الصيدلية. في حالة اليوم معنا عيتوبرايد أكراس، منظم لحركة الجهاز الهضمي، حيث يساعد على تخفيف الأعراض المرتبطة بعسر الهضم الوظيفي مثل الانتفاخ والشعور بالامتلاء والشبع المبكر بعد الأكل وفقدان الشهية وحرقة المعدة والغثيان والقيء. الجرعة قرص واحد 3 مرات يوميا قبل الوجبات أو حسب إرشادات الطبيب. العبوة 30 قرص، سعر الشريط 11.5 جنيه، مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية.